بيد الله هي الأعمار، والأجل مقتدر، ولكن هذا لا يتنافى مع ضرورة العناية بصحة الأبدان، وإحدى وسائل ذلك اختيار نوع الطعام الذي تتناوله، فهو يؤثر على صحتك، فقد يطيل من متوسط عمرك المتوقع أو يقلله. وفي تقرير نشرته مجلة Eat This Not That الأمريكية، قدمت الكاتبة إيمي كابيتا قائمة بالعادات الغذائية التي قد تقلص من متوسط عمرك. نستعرض خمسا منها. أولها الإسراف في تناول الكثير من اللحوم والمنتجات الحيوانية واللحوم المصنعة. يعد البالغون منتصف العمر الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالبروتينات الحيوانية أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان بأربع مرات، لذلك قد يكون مفيدا لهم اتباع نظام غذائي معتدل أو غني بالبروتين قائم على الأطعمة النباتية مثل الفاصوليا والحمص. ومن المواد المضرة أيضا الصودا، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن تناول عبوتين أو أكثر من المشروبات الغازية في اليوم كان مرتبطاً بزيادة خطر الوفاة. ومن العادات الخطيرة أيضاً اتباع نظام غذائي يزيد من الوزن. ومن المرجح أن يؤدي الإفراط في تناول السعرات الحرارية في وقت تناول الطعام إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم. وتحذر أخصائية التغذية ليزا يونغ من أن الوزن الزائد يمكن أن يقصر العمر، لأنه مرتبط بداء السكري وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى. كل هذه المخاطر قد تترصد الإنسان إذا صد عن الأغذية النباتية. تعتقد ليزا يونغ إن الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى الفواكه والخضروات يكون لها تأثير على طول العمر، فتحتوي المنتجات الزراعية على مضادات الأكسدة إلى جانب الألياف والمواد المغذية الأخرى المرتبطة بالحد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطانات. وكذلك قد يقصر الإفراط في تناول الصوديوم